على دوي 180 ألف جنيه. حضرتك قلت كام يا فندم؟ 150 ألف جنيه. 150 ألف جنيه عند الفنان أحمد فهمي. 150 ألف جنيه؟ ألا أنا؟ ألا دوي؟ ألا تري؟ مبروك يا فنان. أنا دايماً بقول إن أهم حاجة في الفيلم بدايته ونهايته، فهتلاقيني دايماً في أفلامي بهتم بتتر البداية وتتر النهاية، اللي في النص ده بقى حشو، يعني ربنا بيرزق في يمين شمال، أي حاجة بنحشي لحد ما نوصل لنهاية الفيلم. نفسي أفهم ليه يشتري مجلة بكمية الفلوس دي؟ يكونش يا جماعة أحمد فهمي ده قريبكم وبيدور هو كمان على الكنز؟ بس يا هبل، أنت قريبنا إيه؟ طبعاً مش قريبنا. الثقة دي يا بنتي؟ ده انت لسه عارفة من يومين انها بنت عمك. انا عايز اعرف هو اشترى العدد ده ليه وهناخد منه العدد ازاي. سيبوا الموضوع ده عليا انا. لا، موضوع النقد ده ما بيضايقنيش خالص الا لو حد قال. استاذ احمد، استاذ احمد، معلش معلش، ثانية واحدة بس من وقتك، ثانية واحدة. الله يسهل لك يا ابني. بس بقول لك انا موضوع النقد ده اللي انت بتعمله ده يا فنان. وانت مش شحات؟ لا انا مذيع. وبعدين انت بتقول لي الشحات؟ انت شحات؟ انتوا ايه الجبروت اللي انتوا فيه ده؟ لا مؤاخذه يا باشا، انا ما خدتش بالي اصلك لابس جلابيه ومش ماسك مايك فافتكرتك يعني شحات. انت صح، بس انا عشان كنت جاي جري بس عشان الحاج. ممكن يا جماعه مايك زياده؟ مايك زياده هدولكم بعد ما نخلص على طول. طب معلش، احنا كده كده على الهوا يعني مفيش مشكله. قناه ايه الاول؟ معاك وهدان وهران، رحت خساره من القناه 9 السعوديه الفضائيه. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. اولا مبروك طبعا على المجله، ونقول لك ربنا يديك خيرها يا رب ويكفيك شرها. ونحب نعرف يعني ايه سر اهتمامك بمجلة ميكي؟ لا، هي الحقيقة المجلة دي انا مش شاريها لنفسي، انا شاريها لابن صديق عزيز عليا جدا، اعتقد ان دي احلى هدية اقدمها له في عيد ميلاده. بس انا رأيي كنت ممكن تديله ال 150 الف جنيه يجيب بيها اللي هو عاوزه وتسيب لنا احنا المجلة دي. لا لا لا، هي الفكرة مش في الفلوس، يعني القيمة مش في الفلوس، القيمة في المجلة ذات نفسها. انا عايز اعلم الولد ده القيم اللي احنا اتربينا عليها في مجلة ميكي. يعني يمكن احنا اتعلمنا في مجلة ميكي من ميكي نفسه الشجاعة، اتعلمنا من بطوط الصبر، اتعلمنا من عصابة القناع الأسود العمل الجماعي، اتعلمنا من زيزي زي ما تقول كده الإغراء العفيف زي زيزي وهند رستم والجيل الجميل ده. محدش هيستثار على زيزي. دي قيم احنا نحب نورثها للجيل اللي ما شافش مجله ميكي. قيم ايه يا عم سمير وشهير وبهير؟ انت بتعمل الرجل العناب وبنات العم. انا مش مال الشاذلي. اتفضل يا بيه اتفضل. بس احنا عارفين انك ومجموعه من الفنانين معزومين على حفله عيد ميلاد ابن صاحب القناه اللي هينتج لك برنامجك الجديد، وحاجز لكم اوض كلكم في الفندق. والله هو اللي اصرني. ايه يا زميلي العزيز اللي بتعمله ده؟ انت بتفضح الفنان. لا ما اسمحلكش، ما اسمحلكش. معلش بقى يا فنان، عايزين خبر حصري للقناه السعوديه الفضائيه. هو فعلا كان في خبر ما كنتش حابب ان انا اعلن عنه في الوقت الراهن، بس انا هقوله حصري على القناه بتاعتك. انا الحقيقه العيد الجاي ان شاء الله طلع انا واصحابي شرم الشيخ. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي مش داخل سينما قريب؟ لا داخل سينما ان شاء الله قريب مع نفس الشله اللي هتبقى معايا في شرم الشيخ، او ما نرجع هنخش فيلم محمد امام يا في سيتي ستارز يا في جالكسي حسب يعني. ما شاء الله ما شاء الله. احنا دلوقتي معانا الفنان احمد فهمي وبندعي له وبنقول له ان شاء الله يا رب تلاقي تيكت وتقعد في مكان حلو ان شاء الله في العيد، واستنوا احمد فهمي في سينما جالكسي او سيتي ستارز. يعني مش عايزه تتكلمي؟ لو ما اتكلمتيش هنفضل نضرب فيها لحد الصبح. وهتتكلمي؟ ما بتتكلمش يا باشا من سنة 82 وهي فاقدة الصوت، مفيش صوت خالص. هتتكلم امتى اكون انا موت؟ طب انت ليه مش عايزة تتكلمي وتقولي هما فين؟ والله العظيم يا سعادة الباشا انا كل اللي اعرفه قلت لحضرتك، مش مخبية عليك حاجة. انا معرفش هما فين. ما انا لو هعرف هقول. هو انا يعني كيف اتضرب؟ بصي بصراحة كده، حدوتة ميكي والكنز والكلام الفارغ ده مش واكل معايا. والمصحف الشريف يا باشا هو ده اللي نعرفه، ده كل حاجة عندي، كل كلام عندي. شوف بقى حضرتك عايز ايه وانا اعمله لك. تمام. بصي ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش، انت هتكلميهم في التليفون ده، تعرفي منهم هم فين وتقولي لي، وانا وعدك محدش هيمد ايده عليكي خالص 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 خالص. طب ما تقول كده يا باشا من الصبح. هات يلا اتكلمي. الو بنت يا شريان، انت فين يا بنت الكلب؟ خلصي قولي انت فين.
يا بنت انا ممسوكه في الاسم ومفيش حد ما ضربش فيا. تارد ضرب الله يخرب بيوتكو. اي موتوني الحقيقه يا شريان غبيه. الو مساء الخير، معاك المقدم نجيب الريحاني. اسمعني، اللي انتوا بتعملوه ده مفيش منه اي فايده، وانا كده كده هقبض عليك. روقوها. طب يا سعاده الباشا، هو كله ضرب ضرب، امال فرج فين؟ انت عايزه فرج؟ اه. طب مفيش فرج. يلا خدوها. ونبي يا سعاده الباشا، ابوس ايدك. خدوها. ابوس ايدك يا سعاده الباشا، انا مظلومه، انا ما ارتكبتش اي جرائم يا سعاده الباشا، انا ست بريئه. حبيبتي يا خالتي زمانها متمرمطه في الاسم. انت خايفه على خالتك من الاسم؟ ده احنا نخاف على الاسم من خالتك. يا بنتي هيسألوها سؤالين وهيروحوها. معلش يا شريهان ما تزعليش، بجد انا كان نفسي اساعدها، بس انت عارفه مفيش في ايدينا حاجه نعملها. امتى بقى يا رب نلاقي الفلوس عشان تنقذنا من القرف اللي احنا فيه ده؟ هيا سيف، عرفت الحفله فين؟ بكار مش عايز يفتح، معرفش ما بقوش يجيبوه ليه. سيف ايه؟ احنا مش بنهزر دلوقتي. بدور عليه بس فاتح صفحه تانيه مش لاقي لسه. ولا هاني، ما تيجي يا تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. استني يا شوشو خلص المصلحه اللي في ايدي دي. يعني ما عملتش كده خالص؟ لا طبعا عملت، انا شاب وقاعد لوحدي وبيتي كبير وابويا مسافرين على طول. انت بتكذب على فكره. اه والله العظيم بكذب. ايه ده انت صريح؟ اه والله وعملتش حاجه قبل كده. صريح وبتكذب؟ اه والله العظيم. انت غريب قوي على فكره. بس طيب. طيب جدا وربنا هيكرمك. الله يكرمك. انا بقى هحقق لك اللي نفسك فيه من زمان. ايه بقى هتعمل ايه؟ انا هجيب لك اتنين. بجد مصعب. ايوه عشان تعوض اللي فاتك، انت فاتك حاجات كتير. مش هجيب لك لسه واحده تقعد تحبها وتقول شعر والكلام ده. طب بلدينا بكره. بلدينا ايه بس، على فكره انا من القاهره. طب اقول لك ايه؟ قول لي الزني بركات. صعب على سنك. قول لي حاج سعيد. ماشي حاج سعيد. اؤمر. ممكن اطلب طلب؟ اؤمر. ممكن يبقوا ثلاثه. انت طماع. كذاب وصريح وطماع. والله بقى والنبي خليهم ثلاثه. خد بيت حلاوتك حاجة. انت جميل قوي يا حاج. بس على فكره انت مش هتستحمل ثلاثه. مش مهم اولع. مش مهم ايه هموت. المشكله بس والله عملت كده ده ما حصلش اي حاجه. وانت بص ايوه فرحان قوي يا حاج سعيد. خلاص هكلمهم لك. ماشي طب اسمع صوتهم بس. ماشي بس يا رب يكونوا خرجوا اصلا. خرجوا من ايه؟ هم محبوسين؟ لا محبوسين ايه، خرجوا من البيت. اصل ابوهم بيقفش عليهم فما بيخلوهمش ينزلوا يعني متاخر. ابوهم حبسهم يعني؟ اه بس اطمن ابوهم مات. مات؟ اه ما هو عارف بقى بناته بيعملوا ايه. بس عارف مات وعارف؟ عاش راجل ومات عارف. بالظبط كده هو. يلا خلمه. بكام بقى دول؟ دول تلاتة يبقى 3000 دولار. هم أجانب؟ لا مصريين. طب ليه دولار؟ معلش والقبض هيبقى معايا. ماشي ما هديلك بس ليه دولار؟ عشان الفلوس دي بتروح لناس محتاجة في أمريكا. ف ما يعني الخير هيروح مع الذنب مع كله. ايه واحنا هنبقى تمام. واحنا في التمام. ماشي تمام تمام. اه ان شاء الله بيع الترابيزه مش فارقه. بس ما تعملش بقى اي صوت عشان ايه ما تخضوش. بس اسمع صوته. ماشي بس ما تقولش حاجه عشان هم مش عارفين حاجه. ماشي خيالي هيساعدنا. ماشي لقيتها الحفله في الكونراد. طب كويس. ايوه يعني احنا نعمل ايه بقى؟ هنتصرف يا سيف. طب المشكله دلوقتي ان احنا مش معانا فلوس، هنجيب هدوم منين؟ نيلي انا ما بقاش معايا فلوس، بس ممكن نستلف من شريف. بس نرجعهم لأول ما نلاقي الكنز إن شاء الله. شيكو شيكس. ألو يا مسطورة. لا مسطورة لا أنا عايزها مفضوحة. مش أنت تفضحها بقى. أنا ثانية واحدة ثانية واحدة. بقول لك إيه، أنت نسيت الولاعة بتاعتك معايا. آه آه آه. بس إحنا يعني تمام. آه لا مليناها مليناها. آه شيكو عايز إيه؟ ما تتأخريش بقى. ماشي يلا سلام. شيكسو. ايه يا حبيبي عايز ايه؟ عايز فلوس. انت عايز تجيب انت كمان؟ اجيب ايه؟ ماشي هات له زود له خليهم خمسه. يلا تبقى طب بنجيبه ايه؟ مليطه بقى. بنجيب ايه؟ بنجيب فراخ. فراخ ايه دي اللي بنجيبوها دي؟ فراخ شامورت. فراخ شامورت؟ دي ما تبقاش فيها ريش عند الرقبه دي. ايوه دي جامده جدا. مغريه قوي. قوي. ايوه انا بقى عايز فلوس. ايوه طب انا اعمل ايه؟ انا مالي ما احضرش. عشان انا معايا اتنين شامورت قاعدين هنا ناحلين وبري. طب ما هي الفلوس كلها هتروح عند الحاج سعيد. اعمل ايه؟ الحاج سعيد مين؟ الحاج سعيد بتاع الفراخ. بقول لك ايه الفراخ بتلبس. ها؟ اه لا لا خليهم يلبسوا خليهم يجوا ينزلوا. ايوه يا عم يجوا فين؟ هات فلوس ولا اطلع اجيب انا من فوق. لا لا انا عارف طريق الفلوس. لا لا خلاص عارف امك بتشيل فلوس. خلاص هطلع خلاص. بقول لك ايه يا كابتن، احنا قدامنا ان شاء الله قد ايه ونوصل بالسلامه؟ انت راكب شرق الدلتا؟ مش انت. بقول لك ايه يا كابتن، مش انت الطيار؟ ايوه انا الطيار. طب قدامنا. حلو جدا مرسوم والله العظيم.
مفيش فيلم بقى شغله لنا كده ولا اي حاجه؟ فيلم اه نشغل لك. انت حابب تتفرج على فيلم ايه يا فندم؟ انت تتفرج على ايه؟ ايه؟ انت تتفرج على ايه؟ اي حاجه، اي حاجه لو انا بسالك. اباحيه، حاجه اباحيه. هات حاجه اباحيه. انت مالك النهارده في ايه؟ مش هموت. مالك في ايه؟ انت بتلبس الاخضر ومش عارف بيحصل لك ايه؟ بتجنن بتجنن. اطلع يلا هات الفلوس. ماشي ماشي. ايش نزود سلطات؟ اه زود يا حاج. ولا هاني بقول لك ايه؟ صاحبك ده عبيط قوي. ده فله. اه ده ما عندوش اي خلفيه عن اي حاجه. طب اقول لك على حاجه مش هتصدق. تعرف انا كنت اعبط منه والله. ايوه بس انا ابتديت بقى ايه اركز شويه، وبصراحه من ساعه ما عرفتك يالا هاني وانا ساعت الصياعه. طب بقول لك ايه؟ ايه انت ما عملتش كده قبل كده؟ كده ايه؟ ما عملتش كده؟ آه لا عملت. انت كذاب. ايوه انا كذاب. انتوا كلكم كذابين كده وصرحه في نفس الوقت. ما احنا اصل احنا اصحاب.